نبدأ. إذن أهلا بكم بفيديو جديد حول قوالب المكونات لنذهب لقالب المقالة. فذهبنا إلى مقالات مثلا كل المقالات نعم، فلدينا هذه المقالة. إذا قمت أنا بعرض هذه المقالة فإذا لاحظوا يظهر لي هذا الشيء، وطبعا هذا الشيء ثابت مع كل المقالات لأنني لم أجعل محتوى المقالة ديناميكي. فإذا للمراجعة بشكل سريع، من أين يأتي هذا القالب؟ من أين يأتي هذه الصفحة؟ من أين تأتي هذه الصفحة؟ فبكل بساطة بشكل سريع نقوم بتحرير الموقع لنرى ذلك. فإذا نلاحظ لدينا هنا شيء اسمه سينجل بوست ونموذج سينجل بوست، وهذا النموذج طالما هو موجود هنا فنحن نعرف أن هنالك مصدرين لهذا النموذج. أول مصدر هو ملفات الموقع، والمصدر الثاني هو المحرر. ففعليا إذا ذهبت إلى الملفات وتحديدا بالتامبلت هنا، أو دعوني أقوم بفتح مثلا ملف هنا، ملف الإضافة الرئيسي الذي هو style.css، أو ملف الثيم الرئيسي، وهنا لاحظوا لدينا التامبلت. فلدينا تامبلت اسمه سينجل، فإذا ذهبت إليه فسأجد أن فيه فعليا المحتوى الظاهر هنا. فهذا الشيء الذي يظهر لي هنا مصدره الملف في هذه الحالة. أنا فعليا أريد أن أقوم بجعل المحتوى ديناميكي، بحيث أن هنا أو هنا يظهر لي، أين هو هنا، أريد أن نعم قمت بالتحرير، هنا يظهر لي اسم المقالة، عنوان المقالة ومحتوى المقالة. تذكرون أن أنا فعليا قمت بتطبيق ذلك في الصفحات. فإذا ذهبت إلى قالب الصفحات ستجدون أن وضعت بقالب الصفحات الهيدر، ووضعت البوست تايتل وبوست كونتنت. هذا نفسه يمكن أن نطبقه أيضا بالسينجل للمنشور، فسأضعه هنا بهذا الشكل وأمسح الباقي. فإذا الآن بالمقالة سأجد مكتوب هنا الهيدر الذي أنشأته، عنوان المقالة ومحتوى المقالة. فإذا عدت إلى هنا وقمت بالتحديث لم يتغير شيء، لماذا؟ فسأمسح التخصيصات من هنا، فإذا الآن يظهر لي بهذا الشكل. فمرة أخرى لو ذهبت لووردبريس، ذهبت إلى المقالات وقمت بعرض مثلا هذه المقالة، فيفترض أن أرى هنا الهيدر، هذا الهيدر، ويفترض أن أرى هنا كتابة اسم المقالة الذي هو كتابة مكونات ووردبريس وهذا المنشور. فإذا حررت الآن المقالة مثلا سأكتب كتابة مكونات ووردبريس 1، وهنا this is a text مثلا مرحبا بك هذه مقالة جديدة. وإذا قمت بالتحديث تحديث ومشاهدة المقالة، فالآن سأرى محتويات المقالة تم تحديثها بشكل ديناميكي. جيد جدا. الآن مجددا تعرفون أنتم هذه الفكرة، أن تحرير المقالة يعني أحرر هذه المقالة فقط، هذه التي اسمها كتابة مكونات. أما إذا ذهبت لتحرير الموقع فسأحرر نموذج كل المقالات أو صفحة المقالة الأحادية. فإذا سأذهب الآن لتحرير الموقع وأريد تحرير هذا النموذج، فسيظهر لي هنا. إذا ما قمت بالنقر على هذا المسار فسأجد لدي الهيدر، طبعا الهيدر سأتركه ليس لي علاقة به الآن. الآن أنا بالتايتل وبالكونتنت. تايتل كونتنت هو نفسه الذي وضعته هنا بالمنشور في صفحة single.html. فهذا التايتل أريد إحاطته بجروب أو ديف، فيمكن أن أقوم بالنقر على هذه النقاط وأقوم بالنقر على تجميع، فأصبح لدي هنا مجموعة. يمكن الآن أن أخذ هذا الكونتنت هذا وأيضا أرفعه لأيضا يكون جزء من المجموعة. فإذا الآن المجموعة فيها تايتل وفيها كونتنت. الشيء الذي سأقوم به أريد تلوين كل واحدة منها باللون حتى نرى النتيجة. فإذا الآن المجموعة سأجعل خلفيتها مثلا، دعونا نقول مثلا هكذا. التايتل سأضيف له خلفية مختلفة مثلا أزرق، والكونتنت سأضيف لها لون هنا الخلفية. لاحظ إذا لم يظهر اللون يمكنك أن تختار من هنا الخلفية وثم الخلفية، مثلا سأختار أخضر وحفظ وحفظ. فالآن هنا إذا قمت الآن بالتحديث، طبعا هذا هو الموقع كله، أنا أحتاج أن أذهب لصفحة مقالة، فإذا سأذهب لكل مقالات مجددا وأقوم بعرض المقالة.
فإذا لاحظوا كيف ستظهر، لدي الهيدر هنا، لدي العنوان ملون، وهنا لدي هنا هذا اللون، لون الدب، ولدي لون الكونتنت. كل واحدة لها لون. فدعونا نذهب مجددا لهذا الموضوع. فمثلا لو ذهبت للدب ككل، أتأكد أنني بالدب، الدب ككل، فلاحظوا هنا اخترت الألوان الخاصة بها، واخترت أنها مجموعة بهذا الشكل. ولنرى طبعا هنا، يمكن لنرى طبعا هنا كان يفترض أن يكون لدينا إعداد معين خاص باللاي أوت، لكنه فعليا الآن غير موجود. وأقوم بإضافة ملف theme.json وأضيف له بعض الإعدادات فيه. فإذا بكل بساطة سنذهب إلى هنا وسأضيف ملف اسمه theme.json بالداخل الملف القالب مباشرة. أقوم بإنشاء ملف مجددا theme.json. فإذا هذا هو، وفي هذا الملف كما شرحت أنا على جيسون، حول جيسون بهذه الفيديوهات، الفيديوهات السابقة، الفيديوهات الخاصة بالقالب، وأيضا الفيديوهات التي الخاصة بالقناة، يعني مثلا كيف تتعلم عن جيسون وهذه الأمور، أو إذا كنت لا تعرف جيسون اسم الفيديو اذهب وشاهده حتى تعلم أكثر عن جيسون، أو معرفتك من خلال مشاهدة هذه الفيديوهات كافية عن جيسون. فإذا هذا الملف جيسون، وبالتالي سأكتبه بصيغة جيسون. فالصيغة هي التالي، هو أن أفتح كيرلي براكتس، وبداية يجب أن أحدد النسخة التي أتعامل معها، فستكون هي في حالتنا ستكون هي عفوا ستكون هي 2. أيضا سنضيف هنا إعدادات معينة لستايلات هذا الموقع، ومنها خاصة باللاي اوت. إذا في هذا الإعداد الخاص باللاي اوت أريد تحديد خاصية جديدة اسمها content size، والآن سأحددها، وأيضا white size، والآن سأحددها. سأكتب أشياء لا داعي أن تفهمها الآن، ستفهمها عندما أوضح الشروحات بعد قليل. فإذا الcontent size سأكتب مثلا 700 بيكسل، والwhite size مثلا سأكتب 1200 بيكسل. أنت أكتب أي رقم، لكن حاول أن يكون content size أقل من الwhite size. الآن سترى ماذا يعني ذلك. فالآن لو عدت إلى هنا وقمت بالتحديث وذهبت للمجموعة، لاحظوا ظهر لي إعداد جديد اسمه التخطيط، والتخطيط هو فعلياً الترجمة لكلمة layout. فبداية لم يظهر لنا layout، لماذا؟ لأن بكل بساطة لم يكن لدينا ملف اسمه theme.json، ولم نقم بالضبط إعداد التخطيط في هذا الملف. فإذا ملف theme.json، نحن نعرف أن ملفات json الهدف الرئيسي منها تمرير المعلومات. بالنسبة للtheme.json، بالنسبة لقالب WordPress، هدفه تمرير المعلومات ماذا؟ الستايلات، ومن خلاله يمكن أن نحدد النسخة التي نتعامل معها رقم واحد، يمكن أن نحدد الإعدادات. هذه الإعدادات تساعدنا على تفعيل وتعطيل، تفعيل وإلغاء تفعيل بعض المميزات الخاصة بالستايل بووردبريس. فنحن بالبداية لم يكن لدينا theme.json، لم يظهر لنا هذا الإعداد، الآن ظهر. لماذا؟ لأننا قمنا بضبط إعداده بtheme.json، واضح؟ فإذا الآن لاحظوا الشيء. فإذا الآن أنا بالمجموعة، فالآن هنالك خيار اسمه تستخدم المكونات الداخلية عرض المحتوى، جيد؟ فهذا الخيار فعليا مفعل، دعوني أقوم بتعطيله، حفظ حفظ، ونعد إلى هنا وتحديد. فإذا لاحظوا كيف تظهر الأمور، فقط أريدكم أن يعني أن تحفظوا الشكل هنا، لاحظوا كيف ما هو الشكل بهذا الشكل. طبعا يمكن أنا أن أفعل شيء معين، مثلا هنا هذه المجموعة أقوم بالنقر عليها بهذا الشكل وأكتب تكرار، جيد، وثم أقوم حفظ حفظ، فمرة أخرى تكرار لنرى كيف يبدو ذلك. فإذا أصبح لدينا هذه وهذا، الاثنتين الآن تم تعطيل فيها هذه الخاصية تستخدم مكونات داخلية عرض المحتوى. الآن أنا سأختار المكون الثاني وأقول تستخدم، سأفعل هذا الخيار تستخدم المكونات الداخلية عرض المحتوى، وحفظ وحفظ، فمرة أخرى تحديد. لاحظوا ما الشيء الذي جرى. فهذا هو درس اليوم، فانتبه للمعلومة التي سنقولها الآن. فإذا بداية
هذا لم أحدد له عرض المحتوى. بمعنى آخر، أنا لدي ديف، لدي مجموعة، هذه المجموعة وضعت فيها تايتل، وضعت فيها كونتنت. هذا شيء رائع، هذا شيء جيد جدا. لكن ماذا قلت؟ قلت أن هذا المحتوى، محتوى هذه الديف الذي هو في حالتنا تايتل وكونتنت، أنا لا أريده أن يأخذ عرض المحتوى. ما هو عرض المحتوى الذي قمت بتحديده بكونتنت سايز باللي أوت بثيم دوت جيسون الذي هو 700 بكسل؟ فقلت له لا أريد أن يأخذ 700 بكسل، يأخذ كل شيء، كل العرض الموجود لدي. أما بالنسبة لهذه الدف، فأنا قلت أريدها أن تأخذ عرض المحتوى الذي هو 700 بكسل، عرض المحتوى 700 بكسل. لنرى كيف يبدو ذلك، أريكم إياه بشكل فعلي، فتلاحظوا هذا هو. وإذا قمت بمجددا inspect، فإذا هذه هي الدف. لاحظوا أين هي؟ لا، ليست هذا، ليست هذا، وليست هذا. دقيقة، أعتقد هذا. فإذا هذه هي الدف، لاحظوا هذه الدف الذي تحتوي المكونات وتحتوي التايتل والكونتنت. إذا الآن فتحت الفايرفوكس، فإذا لاحظوا أنا قلت هذا تأخذ 700 بكسل، فإذا لنراها مجددا. فإذا هذه ال H، فإذا قلت لو H2 عفوا، لو قمت أنا بتحديدها بهذا الشكل، لاحظوا قمت بتحديدها والآن هي محددة. والآن ظهرت لي الستايل هنا، لاحظوا عرض هذا 700 بكسل، فهو أخذ عرض المحتوى. طيب ما بالك لو أنا غيرت هذه القيمة مثلا ل 200 بكسل وعدت إلى هنا وتحديد، لاحظوا ومرة أخرى ال H2، فإذا لاحظوا 200 بكسل. فإذا عرض المحتوى هو المحتوى الذي أريده بداخل الدف عندما أقوم أنا بهذا الخيار. وأيضا يمكنني أن أحدد، يعني ليس أنا محصورة فقط بثيم دوت جيسون، أنا يمكنني أن أحدد عرض المحتوى من هنا، أن أعطيه عرض معين هنا. دعوني أعيدها ل 700 بيكسل ولنرى بخصوص الوايد سايز، ماذا تعني الوايد سايز. فإذا قمت أنا بتحديد مثلا لدي، طبعا هذا فقط، دعونا نراها بهذا الشكل. الآن سأقوم بجعل هذا البرجراف يأخذ الوايد سايز، فسأغلق هذا وسأحدد هذا. وهنا لاحظوا بهذا الإعداد الموجود هنا الخاص بالبراجراف، يمكن أن أقول، أو بالخاص بالكونتنت، يمكن أن أقول أنا أريده عرض واسع، يعني 1200 بكسل كما حددتها. فالآن لو عدت إلى هنا، دعوني أعود للفايرفوكس، لاحظوا هذه أخذت 700 بكسل لكن هذه أخذت 1200. فإذا الآن مرة أخرى هذه هي، طبعا هي الآن لم تأخذ هذا لأنني 1200 كماكس سايز ستأخذ، لكن أنا لدي الآن مساحة معينة هنا، لاحظوا. فإذا الآن بهذا الشكل ستأخذ 1200 بكسل. فإذا 1200 بكسل كماكس، يعني إذا كان متوفر 1200 بكسل ستأخذ 1200 بكسل، لكن إذا كانت لا تحتاج 1200 بكسل فلن تأخذها، ستأخذ القيمة الأقل منها. وهذا الشيء الذي سيجعل هذه الخاصية responsive، يعني إذا أنا قمت بالذهاب للجوال لن يكون لدي مشكلة. فهذه 700 بكسل وهذه 1200 بكسل ليست هي فكرة أنها هي الويث النهائي، يعني بCSS width 700 بكسل أو width 1200 بكسل، لا، هي max size، يعني إذا كان متوفر 700 بكسل ستأخذ 700 بكسل، إذا لم يكن متوفر ستأخذ قيمة أقل. فإذا هذا بخصوص هذه الخاصية بثيم دوت جيسون. أحببت أن أقوم بعرض يعني مفصل على هذه الخاصية، لأنها فعليا يعني ربما الشخص الذي يتعرف عليها أول مرة سيشعر أنها خاصية غريبة نوعا ما، أن ماذا هي هذه الوايت سايز وما هي الكونتنت سايز. فإذا لاحظوا مرة أخرى، لأي، إذا كنت تستخدم قالب ووردبريس، إذا كنت تستخدم قالب ووردبريس أنت صنعته أم شخص آخر صنعه، فيمكنك أنت أن ترى من هنا، أن تحدد مثلا هل تريد هذا المكون أن يكون عرض المحتوى، هل تريد أن يأخذ عرض واسع أم عرض كامل. يوجد عرض كامل، ويمكن أن أحدد هنا عرض كامل وحفظ وحفظ وتحديد، فإذا لاحظوا أخذ عرض كامل، جيد. وأيضا لاحظوا أيضا مشكلة الهيدر الذي كانت لدينا هنا، أن الهيدر كان يأخذ جوانب هنا، الآن مباشرة تم حل المشكلة مجرد أننا أضفنا هنا الـ layout.
خاصية الـ layout.